بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا انا انسان عادي. خد يا دي يا ابن يا ابن يا ابن، انت جاي بالسرعه دي منين؟ خد يلا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش معلش ايدك بس معايا. خير خير ان شاء الله. معلش هو انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى استنى هنا استنى. هاتي الاهرام يا ابني. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. خد اطلع. ايه ده انت بتشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه بكات ترجعه لي؟ رجعته لك ناقص خبر ناقص صوره قلبت فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا هاتوا انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. حس كده بقى. هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو اهو اهو. يا رشدي انت يا بني ادم، انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي ما تتاخروش. ما تتاخروش ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه هيتحدى يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار. انت عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده؟ هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى اما اشوف هنعمل ايه في منظرك ده من غير شخط. ماشي قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنتي. هو بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفه. خير يا جماعه؟ مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهار اسود ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف انك مروح؟ لو اخويا عارف هيوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه. يا جماعه عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي احسن احسن. يلا قدام. يلا يا اخويا قدام. ايه القلاصه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه. انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابن علي مريح البس لك ايه طيب؟ ماشي ماشي انت جنان. ها مالين الرقم؟ اتنين 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 اتنين. ها يعني قول اربعه. انت هتجمعهم اربع اتنينات 060. حاضر اربع اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغوله. مشغوله؟ طب جرب تاني. حلو دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 4260. برضك؟ كل ده مشغول. هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو الو ادهم الشاذلي؟ ايوه معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني. أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي أنا بنتي ملهاش أي ذنب. إحنا أصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب أموتها الأول. أموتها. اسمع يا ابني انت. أنا لو بنتي جرى لها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها.
حاضر، ثانية واحدة، بابا عايزك. أنت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي، أنا مكتفها. طب أنت طلباتك إيه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ أقول له كام؟ قول له 1,000,000 جنيه. كتير قوي ده. أنت بقيتك. عايز 1,000,000 جنيه. إيه؟ مستحيل. أنا والله قلت لها كده. أنت أكيد مجنون. حرام عليك، سليت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روحه. يا حظ ظابط، انا كنت فاهم انه هيطلب 1,000 1,500، انما 1,000,000. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظامت، انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1,750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحياتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل، بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم، انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعولي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله، ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه مبالغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده؟ ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننت يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز 1,000,000 جنيه. يا ريت تنعادك وتمشي التراخ علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي الفلوس دي في الارض يا لطفي؟ ده انا لما اتعبت له هروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع، وانا مش ممكن اسيبه يأذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده اكلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل؟ يا سلام، بالسهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي، دي بنتك. انا عارف انها بنتي، لو كنت مأمن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني مس ديكور، ايه الوطيانه دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعه. حاضر حاضر، يلا لف عشان نكلمه تاني.